ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنعمل اخر ريفيزيون تخص سينكين بريمير، وهي اللي هنحل فيها الموديل اكسبيريمنتال بتوع الوزاره. ف اول كيستيون كانت 25 سور 0.5، دي هي بالظبط، ان انا كاني بقول 25 ديفيزي 0.5، هي سور دي يعني ديفيزي. طيب المفروض ان انا لما بيكون بعد الديفيزي في فيرجول بنعمل فيها ايه؟ ما بنسيبهاش كده، بنشوف في بعد الفيرجول كومبيان دو نومبر انسر نومبر، يبقى هنعمل فوا 10. ولما بنعمل فوا 10 بنعملها للدو تيرم، يعني دي هتبقى 250 ديفيزي بار 10، يبقى شالت الفيرجول يعني ديفيزي بار 5. طيب بصوا معايا كده، اعمل لونج ديفيزيون، بس دي طويلة قوي، ليه اعذب نفسي؟ ما انا ممكن اعمل حاجة سهلة، لو شلت الزيرو ده خليته معايا، هي 25 ديفيزي 5 تدي كومبيان؟ تدي 5، ونحط الزيرو جنبها يبقى 50، حليتها خلاص، يبقى 25 ديفيزي 5 تدي 5، ونحط الزيرو جنبها. طيب نيجي للكيستيون ده، بيقول لي ان كار بلو جران كومين. طبعا ناس كتير قوي هتروح حتى اندمي انتير اي حاجه، بقى احنا عايزين الكتر اكبر من مين، فممكن دي وممكن دي. لا نخلي بالنا، احنا فوق ده ودول يعني النيوميراتور زي بعض، ما دام اللي فوق زي بعض يبقى تحت بعمل العكس، بعمل الكونترير. يعني هنا انا حاطه بلو جران الكتر عند البق المفتوح المفروض عند الكبير، لا انا هعتبره عند الصغير، يبقى انا عايزه هنا نمبر مش الصغير، عايزه النمبر الكبير، عشان كل ما كنت في الدينوميناتور تحت الصغير بيبقى هو الكبير، فيبقى هنا 2 و 3 دول اصغر من الكتر، لا انا عايزه حاجه اكبر من الكتر، يبقى هي ال 6ام. كاتر ابارتيان دو اكس و 3، يبقى اكس بكامبيان؟ ما هي كاتر ما ينفعش تكون 2، كاتر ما ينفعش تكون 3، يبقى اكيد الاكس ايجال 4. الكارد كي باس بار لو سنتر دو سيركل، الكارد اللي بيعدي في السنتر دو سيركل، ادي السيركل وادي السنتر، الكارد بيبقى كده كده كده، اول ما يجي هنا ويعدي بالسنتر يبقى بقى اسمه ديامتر. لو نومبر دو هوتور دان تريانجل اوبتوزانجل، عدد الهوتور في اي تريانجل في الدنيا 3، ماليش دعوه بقى اوبتوزانجل ريكتانجل عفريتانجل، هما كلهم ايه 3. طيب اكس ايجراج موان ايجراج اكس، هنعتبر ان اكس وايجراج دول ارقام، وما دام لازقين في بعض كده يعني كان بينهم فوا، يعني مثلا لو قلت الاكس ب2 والايجراج ب3، حطيت هنا الاكس ب2 والايجراج ب3، هي 2 فوا 3 بكامبيان؟ ب6، و3 فوا 2 بكام؟ ب6، 6 موان 6 تديني 0. لو جينا قلنا انا عندي اون بواط كونتين 20 بال، فيها 20 كوره، بارمي ليكيل 5 بلو اي لو ريست روج، في منهم 5 ازرق والباقي احمر. سي اونتور اون بال او ازار بروبابيليتي كيل سوا روج، عايزين احتمال انها تطلع روج، عشان اجيب بروبابيليتي بتاعت اي حاجه لازم النمبر على التوتال. طب وانا عندي عدد الروج ده بيقول لي ريست، يعني اكتب ريست؟ لا. طب انا عندي 5 بلو وعندي كله 20، يبقى اعمل 20 موان 5 تديني الريست اللي هو كام؟ 15، يبقى عدد الروج 15 سور التوتال كام؟ 20. عشان اعمل سمبليفي لل 15 سور 20 هعمل ديفيزي بار 5، ديفيزي بار 5 تبقى 3 سور 4. ايه ده؟ ما جابليش الريبونس ولا حاجه من دول، لكن جابها بالفيرجول، يبقى لازم ارجع دي فراكسيون، اعمل تحت ال 4 بتتعمل فوا 25 و 3 فوا 25 تبقى 75 سور 100، و 75 سور 100 يعني 0.75. كده خلصنا الموديل الاولاني، نبتدي بقى في الموديل التاني. لو اكس و 5 ايجال 6 و 5، 5 زي 5 يبقى اكس اكيد بكام؟ ب 6. الحاجات دي في منتهى السهوله، 678 ديفيزي 100 ات ايجال ا 67.8، باردون في هنا ديفيزي انا ناسيها. دي ديفيزي 100، ديفيزي 100 يعني 2 0 والفيرجول مش موجوده، يعني كانها ورا بره، هترجع 2 ايتاب يبقى 6.78، ادي خطوه 2 يبقى جت هنا بعد ال 6. طيب احنا عايزين 6.78 تبقى اجابه هنا، شايفين 6.78 ده بيت اللي بعد الايجال وده بيت، فلازم اللي هنا يبقى ايجال اللي هنا. 6.78 اهي، لا مش اهي، دي الفيرجول كانت هنا جت هنا، يعني طلعت رجعت لورا كده اهو، يبقى دي ديفيزي كومبيان؟ ديفيزي بار 10، عشان تبقى زي دي انا محتاجه ايه احركها خطوه واحده لقدام. 56.63 ان ديزيام بري،
ديزيام بري بنعد من بعد الفيرجول، عشان في ناس لقيتهم بيعدوا من ورا ديزيام سنتيام. لا، ده ديزيام، ده السنتيام اللي بعديه لو في مليام، يبقى ده ديزيام بري، يبقى ده هيتشطب. تروا صغيره ما بتزودش، يبقى 56 فيرجول 6. 1 و 6 اونيون 8 و 6 اونيون، يعني مفجوعه بتاكل كل حاجه، يبقى هنكتب كله 1 و 6 و 8، الثلاثه جمعناهم مع بعض. 4,567 fois combien تديني كده؟ الفيرجول راحت فين؟ كانت هنا، رجعت 1, 2, وحطت هنا، يبقى رجعت كم خطوة؟ 2 بس، يبقى fois 100، يبقى fois combien 100، إنها رجعت خطوتين. La probabilité de l'événement impossible. Impossible يعني مستحيل، يبقى إيجال 0. La corde du cercle qui passe par le centre, لسه قايلينها، اللي هي الديامتر. الكورد لما بيعدي بالسنتر يبقى اسمه ايه؟ ديامتر. الموديل الثالث، في فرق بين الاثنين دول عشان الناس كلها بتتلخبط، لانه احنا بنشرح في اللسان قلنا انه الفاي انكلود اون تو لي انسامبل، الفاي موجوده في كل انسامبل. ليه؟ لانه انا لو عندي انسامبل مثلا 3 و 5، وقلت انا عايز اجيب السو انسامبل بتوعه، فدول السو انسامبل بتوعه، واحد فيه 3، واحد فيه 5، واحد فيه 3 و 5، وواحد فاضي اللي هو الفاي، يعني عنده 4 سو انسامبل، فالفاي منه، فالفاي انكلو جوه اي انسامبل، لكن اي انسامبل حتى لو زيرو ننكلو بقى في الفاي، مش موجود جوه الفاي، لان الفاي ده انسامبل فاضي. هو الزيرو موجود هنا؟ لا. ده ديفيزي بار ميل، سور يعني ديفيزي، سور يعني ديفيزي، دول كام زيرو؟ 1 2 3، يبقى حرك الفيرجول لقدام او ناحيه ايدي الشمال 1 2 3، يبقى 0,123,45. طيب نيجي لدي، عايز الفيجو البارتي هاشوري، خلوا بالكم هو حاطط في الموديل واحده متلونه اورنج والتانية متلونه اسود، لكن هو قال عايز بقطع الجزء كولوريه، ما قالش اي حاجه، فخلاص تبقى هي اكس يونيون ايجريك، حتى لو بعاد عن بعض ما دام متلونين الاثنين يبقى اكس وايجريك كلهم. احنا كده ابتدينا في موديل 3. طيب نكمل، دي بقى مهمة قوي، ونخلي بالنا هنلعب ازاي. في فرق بين الحاجتين دول لما تبقى فوهات ولما تبقى ديفيزي، ونخلي بالنا الفرق هيبقى عامل ازاي دلوقتي. دول فوا، فدول بيتين، في الفوا البيتين متعادلين، طريقة التعادل بتاعتهم في النمبر اللي بعد الفيرجول. يعني انا هنا عندي كام نمبر بعد الفيرجول؟ مفيش اصلا فيرجول، يبقى مفيش. طب هنا في دو نمبر، يعني كل البيت ده عنده دو نمبر بعد الفيرجول. طيب نيجي نشوف هنا عندي كام نمبر بعد الفيرجول؟ واحد بس، انا عايزاهم يبقوا اتنين، وانا عندي واحد، يبقى انا محتاجه ايه؟ واحد تاني. طب اجيبه ازاي الواحد التاني؟ هقول لكم، هنكتب النمبر التاني من غير اي فيرجول 123، وبعدين احنا عندنا هنا واحد، يبقى عايزين من هنا واحد، اعد كده واروح حاطه الفيرجول. صعبه؟ طيب نعمل اكزامبل كده، نالفه مع بعض دلوقتي ونشوف ممكن نعمله ازاي. 6,23 fois 1,6 égale 623 fois combien. نشوف كده مع بعض ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا عندي هنا في البيت ده كام نمبر بعد الفيرجول؟ 2 و 1، يبقوا كلهم كام؟ 3. بجمع الاثنين مع بعض. طب وهنا عندي كام نمبر بعد الفيرجول؟ مفيش، بس انا عايزاهم كام؟ 3. انا عايزاهم كام؟ 3. طب دي 16، ادي 16، انا عايزه من هنا 3 لان انا مش هقدر العب في اللي هو جايبه، يبقى عد 1 2 3، مش موجود، واحط الفيرجول، يبقى 0,016. طيب لا probability de l'événement certain est égal à 1. احنا كده خلصنا لا لغايه هنا نخلص 3 examen. Le segment qui joint le centre du cercle et un point sur le cercle. الناس برضو كانت بتقول ديامتر. لا خلي بالنا، انا بقول segment qui joint le centre et un point sur le cercle. Centre ou point à cercle. يبقى ده اسمه rayon. Le nombre de hauteurs d'un triangle rectangle. اتفقنا ان اي triangle في الدنيا 3. محدش يقول ان triangle rectangle عنده hauteur واحد، دي لا، ما هو ده hauteur وده hauteur، حتى لو مرسوم على نفس القطين بس يحسب hauteur.
كده الاكزامينات خلصت. دي بقى شويه ريماركات وشويه حاجات مهمه من حاجات كانت بالعربي وترجمتها. دي الديفيزيون، نخلي بالنا الديفيزيون هتعمل ايه. هما بيتين برضو بس الديفيزيون غيره بقى، يعني دي هتلعب لعبه دي هتروح لعبه زيها بالظبط. دي كان فيها فيرجول، لا الفيرجول كانت ورا خالص مش موجوده، دخلت بصوا مشيت خطوتين لجوه ان دو جت هنا. التانية هتعمل زيها بالظبط، الفيرجول كانت ورا تروح داخله خطوتين وتيجي هنا، يبقى زيرو فيرجول فانسانج. تاني انا هنا دي ما كانش فيها فيرجول، الفيرجول كانت ورا، الفيرجول لعبت وراحت نطه خطوتين جوه وجت بين الدو والسانج. هتروح هنا برضو الفيرجول اللي مش موجوده اللي هي ورا داخله ونطه خطوتين قبل الدو والسانج. طب سيلا لونجور دان ديامتر اسيس فيرجول 4، هو الديامتر عامل ازاي؟ ادي السيركل ودي السنتر وده الديامتر، ده ريان وده ريان. الديامتر كله بسيس فيرجول 4. لو انا عايزه الريان بس نصه نصه يبقى هعمل ديفيزي بار دو. يعني ايه ديفيزي بار دو؟ يعني بكل بساطه نص السيس تروا، طب نص الكاتر دو يبقى تروا فيرجول دو سنتيمتر. طب لو جالي بروبلم زي دي اعملها ازاي؟ ده ديفيزي 18 ايجال 9/2، ونخلي بالنا 9/2 دي معناها عادي 9/2 بس ساعات بيكتبوها كده بالكمبيوتر. في ناس بقى تقولي نودي 18 هناك بالفوع، طب نعمل مش عارفه ايه. طب يا جماعه بالراحه كده، احنا عندنا نقط، لو انا حطيت بوان ديفيزي يعني سور ال 18 ايجال هنا 9/2 حطيتها كده، مش دي طبيعيه خدناها قبل كده؟ اه النقط دي كانها اكس او نقط. طب نعملها ازاي؟ في ناس كتير بتتلخبط، ابتدي من هنا ولا ابتدي من هنا، اعمل ديفيزي لل 18 ولا اعمل فوا لل 2 عشان اعمل فوق. ابتدي من الناحيه اللي فيها دو نمبر، ماليش دعوه بالناحيه اللي فيها اكس او فيها بوان، ابتدي من الناحيه اللي فيها دو نمبر. اجي اقول هنا ال 2 بقت 18، يعني انا عملت فوا كامبيان، عملت فوا 9، يبقى ال 9 كمان هتتعمل فوا 9. 9 فوا 9 تديني 81، يعني هنا اللي هيتكتب 81. طيب 0.125 ا 1 سنتيم بري، سنتيم بري يعني ده ديزيام ده سنتيم، هشطه بالسنك السنك تزود الدو يبقى 0.053 0.053 × 100 يعني امشي خطوتين ناحيه ايدي اليمين يبقى دي ان دو وتيجي الفيرجول هنا يعني 5.3. طب وفين الزيروهات؟ ملهمش لازمه بقى لان مفيش فيرجول هنا. طيب لو انا عندي دول وعايزه اعمل بلو جران وبلو بوتي، والناس بتحتاس والناس قالت لي هنعمل دول فوا ونعمل دول فوا ونشوف، مش شايفين ان الارقام هنا زي الارقام هنا والارقام هنا زي الارقام هنا؟ يبقى انا مش محتاجه اعمل كده. امال انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه افكر دماغي اشوف البيت ده عنده كام نمبر بعد الفيرجول. ادي 1 2 3 يعني في فيرجول وفي بعديها كام؟ 3 نمبر. وهنا 1 2 3 يعني في فيرجول وفي بعدها كام نمبر؟ 3 نمبر. مادام 3 و 3 يبقوا ايجال. طب لو انا كنت لقيت فيرجول بعدها 2 نمبر والناحيه الثانيه فيرجول بعدها 3 نمبر، مين اكبر؟ اللي عنده اقل هو الكبير، لان نفس الارقام، اللي عنده اقل هو الايه؟ هو الكبير. ليه؟ فرضنا مثلا انا طلعت لي 52.25 والثانيه 5.225، ما هو نفس الارقام، فهنا بعد الفيرجول في 3 ارقام وهنا قبل بعد الفيرجول في 2، بس قبل الفيرجول هنا 52 وهنا 5، يبقى مين الكبير؟ 52. يعني اللي عندها بعد الفيرجول 2 نمبر اكبر من اللي عندها بعد الفيرجول 3 نمبر. اللعبه دي عرفناها 2/3 = x/12. هبتدي من الناحيه اللي فيها 2 نمبر، 3 عشان تروح لل 2 اتعملت فوا 4 يبقى ال 2 كمان تتعمل فوا 4. 7/5 فوا كومبيان تديني 1، 7/5 اعملها فوا كام عشان تديني 1؟ فوا الانفرس بتاعها 5/7. 5/6 = a/30، هبتدي من الناحيه اللي فيها 2 نمبر، 6 عشان تروح لل 30 عملناها فوا 5 يبقى ال 5 كمان نعملها فوا 5 يبقى ايجال كومبيان؟ 25. ان تريانجل دونجل 30 و 30 و 120 ايت ان تريانجل ايه؟ دي 120 دي يعني اكبر من 90 دجري، واكبر من 90 دجري يعني اوبتو، ومادام ده اوبتو يبقى ده تريانجل ايه؟ اوبتو زونجل، ده تريانجل ايه؟ اوبتو زونجل. لو انا عندي 4.5 دي
ديفيزي 4 و 1 ويتيام اعملها ازاي؟ 4 دمي بعمل 4 فوا 2 8 و 1 9 سور 2. ديفيزي بار 4 فوا 8 32 و 1 يبقى 33 سور 8. اعملها ازاي؟ اعمل كده اقول 9 سور 2 ديفيزي اخليها فوا واشقلب اللي بعد الفوا 8 سور 33. ال 8 وال 2 ينفع سمبليفي بار 2، دي بار 2 تبقى 1، دي بار 2 تبقى 4. وال 9 وال 33 ينفعوا بار 3، دي في تابل 3 ودول في تابل 3 باينين. في تابل 3 تبقى 1 1 يعني 11، وفي تابل 3 تبقى 3 3 فوا 4 تبقى ايجال 12، و 1 فوا 11 ايجال 11 يبقى 12 سور 11. 43 جور اتجالا كمبيان دو سمين؟ عشان احول من جور لسمين انا محتاجة اعمل ديفيزي بار 7. طب ايه اقرب حاجة في تابل 7 لكارونتروا؟ 7 فوا 6 بكارونتو، يعني تديني 6 بكام؟ بكارونتو. فاضل كام من كارونتروا؟ فاضل يوم واحد. هحطه في رجل اه؟ لا، احنا قلنا المرة فاتت هنحط ان سور، المفروض ان انا بعمل ديفيزي 7 ان سور 7. ابص بقى عشان اشوف الفراكسيون دي هتزود الانتي ولا لا. السات نصها كام؟ ما نعرفش. طب قبلها سيس نصها 3 يبقى 3 فيرجول 5. الان اكبر ولا اصغر؟ اصغر. فلما اصغر يبقى اتشطبت الفراكسيون، يبقى دي كام؟ 6. لو بلو بوتي نومبر في دول، اصغر نومبر في دول، دول 0 0 0 1، يبقى الان طلع بره اللعبه لان ده كبير. خلينا في اللي كلهم 0. بعد ما عرفت ان كلهم 0 هقارن بعد الفيرجول نمبر نمبر. محدش يقول لي دي 111 دي 12 دي 123 يبقى 12 اصغر. لا، بقارن رقم رقم، يعني ده 1 ده 1 ده 1 كلهم زي بعض، ده 1 ده 2 ده 2، يبقى مين اصغر؟ ال 1. يا مدام ده 111 وده 112 وده 12، اه ما انا ممكن ازود كده تبقى 120. حصل حاجة؟ ما انا بعد الفيرجول بزود بمزاجي زيروهات، فيبقى هي دي بعد الفيرجول بمشي شيفر شيفر، يعني ان 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 دو يبقى الان اصغر. 3 ويتيام ديفيزي دومي هتبقى 3 ويتيام بدل ديفيزي تبقى فوا 2 سور 1. الدو والويت ينفعوا سمبليفي بار 2 تدي 1 4. 3 فوا 1 تبقى 3 و 4 فوا 1 تبقى 4. الشكل ده عشان اعمله ريبريزنتي للبارتي هاشوري. البارتي هاشوري دي ايه اللي حاصل؟ شايفين اجراج مش موجوده. لو انا اعرف اعبر عن اللي مش موجود، ما هي اجراج اهي فاضيه، يبقى اقول اجراج وعليها بريم. تنفع؟ اه، ما هي اجراج بريم يعني اخبي اجراج، هو ده اللي فاضل. طيب ممكن اقول ايه كمان؟ هو انا بخبي بايدي كده في ايه كمان؟ في الموان. اللي تابع معايا الفيديوهات فاهم الكلام ده. عشان اخبي الاجراج بايدي يبقى ممكن اقول انها اكس لو شلت منها إجراج، يعني إكس موا إجراج، إكس لو خبيت إجراج. ونفس الحكاية اللي بخبيه هو اللي بيتحط عليه بريم. طيب لو أنا عندي 375 ديفيزي بار 0.5 هعمل إيه؟ هعملها فوا 10، فوا 10 تبقى 5، وهنا كمان فوا 10 يبقى 375 ديفيزي بار 5. عايزين نعمل سمبليفيل دي، نعملها ازاي؟ دي لازم ديفيزيون لونج شوية. طيب نيجي كده نعملها، نجيب ورقة ونعملها عشان مش هتكفي هنا. 3 7 5 0 ديفيزي بار 5، لازم اكتب تابل 5 جنبي عشان الناس اللي بتتلخبط. 5 10 15 20 25 30 35 40 وهكذا. طيب انا عايزة اشوف السنك، السنك ترو اصغر، لا يبقى اخد الترانسات. مين اقرب حاجة فيه هنا ترانسات؟ لا، في ترانسنك، يبقى اكتب الترانسنك بالموان. وترانسنك دي نمرو كام؟ 1 2 3 4 5 6 7، نمرو 7. 7 من 5 تديني 2 و 3 من 3 تديني 0. انزل جنبها السنك تلعب معاها، يبقى عندي كام دلوقتي؟ 25. اهي ال 25 يبقى اكتبها واللي اديتهاني نمرو 5، دول ادوني 0. انزل مين يلعب دلوقتي؟ الزيرو. اذا ما لقاش حد يلعب معايا يبقى هيروح هناك على طول. يبقى الريبونس بتاعتي هتكون 750. طيب سي اكس ايجال ان دو تروح، حطيت بوانات في الاخر. الار اكس اتانا انسامبل اللي ما بيخلصش فيه بوانات، ده اسمه انفيني. 3.26 ديسيمتر ايجال كومبيان دو متر؟ كريمه مختار لمها سم موت. بعدين نقول هنا ده فوا ميل، ده فوا 10 فوا 10 فوا 10.
3.26 ديسيمتر وعايز اروح للمتر. ديسيمتر ايه ده؟ انا عايز ارجع، يعني هعمل ديفيزي بار ديس، هعمل ديفيزي بار كومبيان ديس. ديفيزي يبقى بحرك الفيرجول ناحية ايدي الشمال، يبقى هتيجي هنا يعني 0.326. Si la probabilité de réussite d'une élève, احتمال نجاح élève, 11/15. Alors la probabilité de l'échec, كأني بجيب باقي النوت عشان تبقى نوت فينال. 11/15 يعني فاضل له كام؟ 4 سور كام؟ ال 15. يبقى هي دي probability بتاعت الإشاك. En jetant une pièce de monnaie une seule fois, لو رمينا فلوس مرة واحدة, la probabilité d'obtenir le nombre, pardon, هنا ناقص le nombre 5. احتمال يطلع لي النمبر 5. هو موجود كم مرة في الدي في الزهرة؟ انا كاتب حاجة غلط خالص، ما علينا. دي دي، معلش انا اسفة. En jetant un dé، لما نرمي زهرة، احتمال انه يطلع لي النمبر 5 موجود مرة واحدة سور التوتال ايه؟ 6. لكن البياس دو موني اللي انا كنت كاتبها غلط، البياس دو موني بيسألني عن البيل، والبيل موجودة مرة واحدة والتوتال 2، او الفاس برضو موجودة مرة واحدة والتوتال 2، يعني دي ان دومي ودي ان دومي. لو انا عندي 5.47 كيلومتر للمتر، هكتب برضو بتاعت كريمة مختار، ولقى ان من كيلومتر للمتر هعمل فوا ميل. فوا كام؟ ميل، يعني امشي 3 خطوات ناحية ايدي اليمين، ادي 1 2، محتاجة واحدة تالتة، يبقى 5.47 0 متر. 312 ديفيزي 100، ديفيزي 100 يعني همشي ناحية ايدي الشمال الفيرجول ورا، همشي خطوة 2، يبقى 3.12. ان كار دو دو تير، كلمة دو يعني فوا، كلمة دو يعني فوا، يعني انا عندي ان كار فوا دو سور تروا. عادي ممكن اعملها على طول او اعمل سمبليفي، ان فوا دو دو، كاتر فوا تروا دوز، اعمل سمبليفي بار دو بار دو، دو ديفيزي دو ان، دوز ديفيزي دو تدي سيس، يبقى الريبونس بتاعتي ان سيزيام. طب كاتر و سانك نوفيام دي تتعمل ازاي فراكسيونير؟ 4 x 9 36 36 plus 5 تديني 41 sur 9. 256.204 égale 256 ده النمبر ده، تمام، plus 0.2. عمل ايه بقى؟ لما شلنا النمبر ده ما بقاش في حاجة قبل الفيرجول فحطينا 0، فيرجول 2 دي خدها على طول. طب وفاضل كام بعد كده؟ ده فاضل الكتر دي، عشان انقل الكتر دي بنقل الكتر اهي، الكتر دي بعد الفيرجول، فبشوف بعديها في كام نمبر. احنا خدنا الدو خلاص، بس معنى ان احنا خدناها يعني مكانها موجود، بس احنا خدناها، ففي هنا دو نمبر يعني دو زيرو وبعدين الفيرجول وبعدين زيرو، يبقى 0.004. طب 0.54 طن ايجال كام كيلوغرام؟ صعبة دي شوية، بس احنا خدنا السنة اللي فاتت ان الطن عشان يروح للكيلوغرام بنعمل فوا ميل، دي لقيتها بالصدفة، هي مش وارد انها تيجي بس احتياطي. يبقى فوا ميل هنمشي 1 2 3 مش موجودة، يبقى 540 كيلوغرام، يبقى من طن للكيلوغرام بنعمل فوا ميل. 3/8 فوا كامبيان تديني 1، اتفقنا مادام في 1 يبقى نشقلب ده على طول الانفرس. 48.6 ديفيزي 0.9، اول حاجة مادام في فيرجول بعد الديفيزي يبقى اعمل فوا 10، يبقى دي فوا 10 تبقى دي تطلع قدام، يبقى 486 ديفيزي بار 9. نعمل نفس الحكاية اهي، 486 ديفيزي بار 9، عايزين نكتب طابلو 9، 9 18 27، ممكن نكتب طابلو 9 كده اللي هو 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0، ونيجي من تحت 9 8 7 6 5 4 3، كتبناهم كتير واحنا بنعمل دروس الديفيزيون. طيب هنا هو اعمل ايه؟ 9 الكتر اصغر منها، يبقى اخد ال 48، في هنا 48 لا، طب مين اقرب حاجه ليها؟ ال 45، هحط 45 واللي اديته لي لما عد اند 3 تبقى نيميرو 5. 8-5 3 و 4-4 0، هنزل جنب 3 السيس تلعب معها، يبقى بقت 36، والترانسيس موجودة اهي، عملها موين 36 والترانسيس دي نيميرو 4، يبقى الريبونس بتاعتي طلعت كام؟ 54. ان كارس ولا فورم ديسيمال، الكتر مين صاحبتها؟ ال 25، هعمل فوا 25 وفوا 25، يبقى 25 سور 100، ومعنى 25 سور 100 يبقى عد دو نمبر واحط الفيرجول، يبقى دي ال 25
ان 2 تبقى 0.25. بكده يبقى احنا خلصنا الريفيزيون جنرال بتاعتنا على البروجرام. اتمنى انكم تعملوا كويس في الاكزامين بكره. ربنا معاكم واشوفكم على خير، وان شاء الله نتقابل الترم الجاي. ميرسي خالص، وباي باي.